عاجل وهام، قرار جديد من السلطات المغربية بخصوص جواز التلقيح. في خبر جديد وهام، ذكرت مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية راسلت العمال والولاة من أجل إصدار تعليمات لرؤساء الملحقات الإدارية وباقي الإدارات العمومية لمطالبة المواطنين والموظفين على حد سواء بإدلاء بجواز التلقيح لولوج المؤسسة العمومية. ووفقا لأخبارنا، فإن الشروع في تطبيق القرار الجديد القديم قد انطلق منذ صباح اليوم الاثنين. ويضيف المصدر أن الأشخاص غير ملقحين أو الملقحون بجرعتين والمتوفرين على جواز اللقاح تتجاوز مدته 6 أشهر أصبح ضروريا عليهم أن يتلقحوا بالجرعة الثالثة لكي يلجأوا للإدارات من أجل قضاء أغراضهم واستخراج وثائقهم الإدارية.